يقول لي انا بس يا فندم، ما احنا عاملين صور ليه ومكلفين ليه وعاملين لك قبل الشغل ليه؟ ما كنا نحط وخلاص نقول كل واحد بذوقه. اكيد احنا معانا صورك بتتعرض على الشاشه اهيت. قولي لي بقى، طبعا احنا بيقابلنا في حياتنا اليوميه على طول العميل المتردد للاسف، اللي كل يوم برأي خلاص خلصت التصميم وحطيت التاتش بتاعك يقول لك لا ده انا عايز اغير كده، طب ما التصميم كده هيبوظ. بتبداي تقنعي فيه ازاي؟ والله بنجح وساعات بفشل. ساعات بنجح ان انا فعلا اقنعه واقول له الالوان، طبعا بفهمه الدنيا، اقول له دي الوان وماتريال، ولو غيرت الخامه دي الخامه دي هتتغير، لو غيرت اللون ده الدنيا دي هتتغير. بحاول ساعات تانية يقول لي لا خلاص انا اقتنعت بالراي التاني. طب يا فندم هنعمل تصميم تاني وهتستناني. انا عندي مشكله برضه مع العميل، هو مش بيستنى التصميم النهارده بكره، يعني بعد النهارده تعاقد عايز التصميم. لا مش تعاقد كمان، ده هو مثلا غير حاجه خلاص، غيري لي بقى التصميم دلوقتي عشان اشوفها. يا فندم في وقت وفي شغل غيرك، وفي انت اللي عملت طارق، فانت مضطر تستناني. فهو يجي يقول لي لا، فدي مشكله بقى. ايه اللي هو لا انا عايزه اعملي تصميم، ايه المشكله انت هتغيري بس الحته دي؟ هغير الحته دي، ده انا هفور الدنيا طبعا. يعني الحته الصغيره دي هتفرق معايا كبشمهندسه. هو متخيل ان ضغطه زر دي. فدي بقى يعني ما هو ده بقى يا جماعه. انا عايزه اقول لكم حاجه مهمه جدا، هو ده اللي بيميز البشمهندس عن اللي هو المقاول او الانسان اللي مش فاهم. الانسان اللي فاهم بيبقى عارف طبعا ازاي هيصمم وينفذ وكل حاجه، لكن التاني ما بيعرفش اي حاجه خالص. صحيح. في التصميم ولا اي حاجه. طيب باشمهندسة، عايزه اعرف منك اكتر حاجه بتتطلب الايام ديت في التصميمات. البنوات الفيوتك الايام دي صراحه يعني عامل ضجه، اللي هو اللي هي البنوهات عامه اي كان نوعها. وهي بدات ايه اللي هو ستايل نيو كلاسيك، انا شايفه ان هو رجع يسمع بقوه. بس فهي دي اكتر حاجه. بصراحه برضو الاضاءات بقى فيها يعني نقول ثوره في التغييرات، وبتغير جامد جدا، سواء النجف السبوتات الحاجات دي بدات الدنيا تختلف تماما. بعد الجبسون بورد الدنيا بقت اسهل كتير. فدي اكتر طبعا، وبديل خشب بديل رخام. الكلام ده يعني هو اكتر حاجات دلوقتي مسمعه في التصميمات ومطلوبه. يعني دي اكتر حاجه العميل دايما يقول لك انا عايز زي دي. طيب راي حضرتك بافضل الطرق اللي انا ممكن اتعامل بها مع شركات التشطيب والديكور، افضل طريقه ايه؟ افضل طريقه عموما النسبه، انا بفضل النسبه، لانك بتبقى عارف الخامه اللي انت حاططها ايه، تبقى عارف المهندس خد كام، او المكتب بتبقى عارف الصنايعي خد كام، الحاجه اللي اتعملت لك خدت وقت قد ايه، يعني معاك ايه، بالذات الناس اللي هي بتحب تعرف التفاصيل. تبقى معاك كل التفاصيل دي اللي انا مفضله. بس في ناس تبقى مستعجله، فبتعامل معاهم ايه سعر ثابت اكيد، لان هو شهرين ثلاثه وهيعمل ومش فاضي ان هو يقعد بقى اعمل له مقايسه وفاضل له بين الاسعار وفاضل له بين مش عارفه ايه. فبقول له يعني بنحاول نلم الدنيا شويه، ولان النسبه عايزه ان انت تكوني معرفاه مسبقا كل التصميمات. الصور كلها جاهزه وببدا على اساسها بعمل له المقايسه بتاعته. طيب انت ليه بقى عايزه تدينا نصايح للمشاهدين دلوقتي علشان ما يقعوش فريسه لشركات التشطيب والديكور؟ ما يقعوش فريسه لشركات التشطيب والديكور، اول حاجه العقد، ان هو يعمل معاه عقد يكون عارف ايه اللي ليه وايه اللي عليه، الدنيا عامله ازاي، يكون في ضمان سنه على الاقل بعد الشغل، يكون عارف يعني تقريبا ايه اللي هنحط في الشقه، الماتريال ايه، كل حاجه. ولو طبعا يعمل صور ويلزمه بالصور دي، طبعا دي هيكون افضل جدا. اكيد اكيد. طيب عروض بقى، انا بحب قبل ما بختم الحلقه بيبقى في عروض. اكيد طبعا، اي حد هيجي ان شاء الله من الحلقه ان شاء الله هنعمل له خصم 50% على التصميم. ولو بقى ان شاء الله التنفيذ معانا هنعمله خصم برده عن النسبه.